السلام عليكم. الاسم ديالي ملكة نورا، هذه هي الاسم اللي عرفوني به الناس في الاول، ملكة نورا. كنديروا عطريه سبيسيال ومواد ديال الحلويات ديال المناسبات. عطر عصري انني يعني عطر موضي غن انني شفت ان يعني هذه المهنه تتمشي فيها المراه مزيان، عندها واحد الخبره فيها بطبيعه الحال. ايه حيت العطريه عندنا حنا يعني جاهزه، الانسان ما كيبقاش وبالاخص الشباب اللي دابا طالع الى بنات ولا اولاد ولا كلشي ما كيعرفوش، حتى بعض المرات كتسولي البنت ما كتعرفش التحميره من الابزار من الخرقوم عرق، ما كتقدرش كتقول لك انا ما تنعرفهمش. مي دابا كديري لها مثلا كتقولي لها هذه عطريه خاصه بالدجاج، هذه عطريه خاصه باللحم، يعني كتجيها سهله، كتهز هذه راه ديال الدجاج غنطيب بها الدجاج، هذه ديال اللحم غنطيب بها اللحم، ما كتبقاش تهز من هنا ومن هنا ومن هنا، ما كتقدرش دير حتى يعني واحد التدقيق، ما كتقدرش مثلا تقدر تكثر خرقوم عارق ولا سكينجبير. مي حنا دايرين هذاك الشيء مضبوط بالمقياس. كاينه بزاف مثلا بحال حنا كنقولوا واحد العطريه تنسميوها حنا كنقولوا العطريه ديال طاكوس، مي هي ماشي كتخدمها طاكوس وفي نفس الوقت كتخدمها مثلا حتى في مشاوي. عندك الشاورما ديال اللحم، الشاورما ديال الدجاج، العطريه ديال الكبسه، العطريه ديال الطندور، يعني عطريات شرقيه ماشي مغربيه. هذوك كناخذهم مستوردين، كناخذهم جاهزين، ماشي حنا اللي كنصوبوهم. بحال دابا الطندوري، الساتي، غارا مصالا، هذوك كناخذهم ديال برا. البرياني ساهي يعني عطريه شرقيه ديال برا. كتبقى عطريات اخرين دوك حنا كنديروهم حنايا. شخصاريسو لقيت ان عندي محل راه كتشارين وشي تقريبا ليا شي 10 سنين، قلت اش غندير فيه، يعني واحد المهنه اللي غنقدر نعرف فيها انا ونقدر نمشي فيها بعيد. انا بعيد انا خويا داكشي ديال الطبخ واحد الشيء اللي هي المراه كتهتم به، لقيت راسي انني مرتاحه فيه ونقدر نبتكر فيه. ملي دخلت له دابا لقيت راسي وليت كنعرف بزاف الخلطات ديال العطريه نخلطهم، كندوق عطريه تكون كاع خليجيه ولا اوروبيه، كندوق كنعرف كنميز اشنو باش الخليط ديالها الخلطه ديالها. اخويا اش غنقول لك، كل واحد كيلتجا لواحد الطريق اللي كيرتاح فيه. حنا الحمد لله مهتمين بخدمتنا يعني الطبخ.